السلام عليكم. مثل ما بنعرف الظروف المعيشية السيئة اللي عم يعيشوها أهلنا في الشمال المحرر من ارتفاع أسعار ومن غلاء مواد وحتى من ندر فرص العمل. طبعا هي الظروف كلها خلتهم هني حتى ما يقدروا يأمنوا أقل الأساسيات لبيوتهم. نحن اليوم موجودين في أحد المخيمات في ريف إدلب الشمالي عم نوزع مادة الخبز. فعلا في كثير من هالعوائل الموجوده في هذا المخيم ما يقدر امن حق ربط الخبز. طبعا تبرعكم ب 10 دولار بيامن ماده الخبز لهالعوائل الموجوده هون لمده شهر.